انت يا بنت مش حاسه ان الحرب شغاله واقفه تترقصي وتتمرقعي؟ عايزه اعمل ايه يا ماما؟ انزل احارب معاهم. اطفي النور يا بدري. وطفي النور ليه؟ مش هتدهنين الشباك ازرق؟ بدري اتلمي يا بنت وقفي على بعضك يا بنت وبطلي مسخره ورقص وقله ادب. الرقص مش قله ادب يا ماما، وطالما برقص في بيتنا يبقى محدش له حاجه عندي. طب يلا يا اختي على الخلق، اختك وابوك سبقوني على تحت. مش هنزل انا الخنادق بتخانق، والدنيا لما هتتطربق مش هيفرق ساعتها بيت ولا خندق. يا ابن اللون ده خفيف هيبين النور لما ينشف هيتقل، ولو عامل فرح جوه مش هيبان. ايدك بقى ربع جنيه من حاج. هما يا ابني 10 صاغ ومفيش غيرهم، ولو مش عاجبكم امسحوه وانا هدهن. لا 10 صاغ 10 صاغ حلوين. هات. حلوين ازاي يا احمد؟ يا عم احسن من مفيش. بس كده ما ينفعش. ينفع ونص كمان. يا دي عبيط، ده احنا عقبال ما نخلص الجردل دوت نكون عملنا لنا يجي 500 وزياده. يلا بينا. يلا الحق، ده في ربع جنيه هناك اهو. فين؟ اهو. طب يلا بينا. برضه ما دهنش الفوانيس. خلاص يا شاويش اخر مره. خلاص يا شاويش الفوانيس الدهن. ايه اللي اخركم كده؟ معلش يا عم الحاج، اصل القرعه عطلتني. عشان تعرف اني ما كنتش بكذب عليك، هما اللي اتاخروا. خلاص المره دي براءه. ايدك بقى على نص جنيه. نص جنيه ليه؟ انت هتبيع لي الفانوس؟ حق الدهان والمخالفه. واحمد ربنا اننا رحمناك من المخالفه. هو ربع جنيه مفيش غيره. رضا يلا بينا. شفت حظنا عامل ازاي؟ ولا اللي اكننا متفقين مع العسكري. بقول لك ايه، ما تنبرش فيها، قول ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يلا بينا. هو في ايه يا حسنيه؟ الواد ابن الكلب بيبص عليا وانا بغير هدوم. طب خش اعمل نفسك الاول كده، ما تقفيش كده، وبعدين برد على اهاليهم. ولا اقول لك يا حسنيه سيبيني بقى انا هتصرف.